أحمد الحجوجي هو إنجينير في وزارة الاتصال السلكية واللاسلكية الأمريكية. بغى عنده سؤال ولا تعقيب ولا كومنت؟ وعلى هذا اللقاء الشيق، بغيت غير نضيف واحد مجموعة نقط تتعلق بهذه الشبكة أو خلق الشبكة والظروف التي دفعت إلى التفكير في مسألة الشبكة. فهذا المولود الجديد اللي تكلموا عليه مجموعة الإخوان بينهم سي بوكر، هو أولا لا زال في طور التكوين. هي فكرة سامية جدا جدا، ربما من أهم المشاريع التي أنا شخصيا شاهدتها، التي تضم مجموعة أيدي بجميع المستويات وفيها مغاربة من جميع أنحاء أمريكا. هذا أولا، يعني أكبر شيء شاهدته بعيني يضم هذا العدد الهائل من الناس والاهتمام. أما الذي يجب فهمه هو ما هي الظروف التي دفعت إلى أولا التفكير في شيء من هذا النوع. بخلاصة، هو أن هناك عدد كثير من المشاكل التي يعانيها المغربي الأمريكي أو المغربي بشكل عام الذي هو موجود في هذا البلد. هناك مشاكل كثيرة جدا التي يصعب أو ربما من المستحيل على شخص واحد اثنان أو ربما مجموعة صغيرة أو قليلة من الناس أن تواجهها وأن يكون لهم أي حظ من الحظوظ في التغلب عليها. شكرا. فبخلاصة، هو هذا العمل أولا لا زال في طور التكوين، أنه عمل مهم جدا. بطبيعة الحال سيد الخطاش، سي حسان، مجموعة الناس هنا لهم يد وأرجل وأنف وأذن لهم، فبذلوا مجهود كبير جدا، وهذا العمل مهم ويستحق كل التشجيع، لأنه بدون هذا العمل لا أظن أن هناك أي طرح من أي نوع، وأتحدى أي أحد أن يتقدم بطرح يساوي قيمة هذا الطرح الذي هو اسمه ماك، لمواجهة فقط المشاكل التي يعانيها المغربي الموجود في هذا البلد، وكذلك مشاكل كثيرة يواجه المغرب في حد ذاته. نقطة أخيرة الله يخليك، هو حتى يعني كانت هناك كلام مهم جدا بيني وبين سي حسان ومجموعة الإخوان. كان هناك اعتراف على أن بعض المشاكل التي يعانيها المغرب في حد ذاته لا يمكن، يجب كحل ضروري يجب تدخل المغربي الذي عاش في بلد آخر ضروري، وهذا شيء يحتاج إلى كلام طويل. الحاجة اللي كتستغربها هي هذا الباقي ما بداش وما يمكنش نعلموا عليه بأنه هو خدام ولا خسر ولا آخره، خصنا نعطيه فرصة. ماك، هذا الماك مروه كان نعم، هنا كما قال سي حسن الصهوني، احنا هنايا لان اخترت عندي الاوراق حتى في النقاش، اننا مع على ماك هنا ديال الولايات المتحده. انا فهمت، احنا دابا في جلسه، الا كانت لان وسعنا بزاف ديال الحوايج، ما تمكناش باش نجمعوا حتى الكلام ديالنا. احنا نتكلم على الجاليه، نتكلم دابا متشعبين. إذا كان دابا اللقاء احنا على قبل السي حسن 15، غادي نلقاو في هذا الاطار نحاولوا ما امكن نشوفوا السي حسن 15 اشنو عطى، اشنو خدم، شنو المشاكل، يعني نكونوا احنا كعين كيفاش شفنا هذا السيد في هاد 4 سنوات، شنو قام به، شنو كذا الى اخره. اذا دخلنا في موضوع ديال الجاليه ما يمكنش نحصر، لان كبير بزاف فيه الجاليه. غنهضر على المجلس التجاري الحقوقي، الباب مفتوح، هضر عليه كله، المجلس الاعلى للجاليه. غادي ناخذ مجموعه ديال الحوايج. الا غادي نتكلموا بنقطه مهمه واساسيه، لان اليوم على شرف سي الوزير المفوض بشؤون القنصليه سي حسن 15، من الاحسن نبقاو في هذا الاطار ونجبدوا
الحوايج اللي مزيانين اللي مزيان لا نجبدوا شنو الحوايج الاساسيه اللي كنشوف فيها انا في هذا الاطار باش ما نخرجش اكثر خلي واحد النقطه اللي عندك اكثر عطيني شويه ديال هذا بالنسبه للسي حسن 15 الا غادي نبقاو في هذا الاطار لان ما غاديش نمشي بعيد السي الوزير المفوض بالشؤون القنصليه قبل ما يجي بكل صراحه ان الجاليه المغربيه في الولايات المتحده الامريكيه كانت كتعرف واحد الانشطه اللي هي أنشطة يعني منحصرة على حساب جمعيات كتشتغل ولكن هذه الجمعيات كانت قليلة الفرصة اللي شاهدناها احنا في حياة ديال السي حسن 15 أنه حاول ما أمكن يجمع هاد الجالية اللي كنقولوا احنا جالية مشتتة على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية حاول ما أمكن يجيب لنا هذوك الناس نتعرفوا عليهم من جميع الولايات وكان نشاط معين كان نشاط دابا هو الفكره كلها هي هو الحسن 15 قابل كثير وعلينا احنا كجاليه نهار يمشي باش داكشي يتطور يزيد القدام وهذاك الشيء اللي دار في هاد 4 سنين نزيدوا بالقدام.